حتشوفي النص خيالي بس هو بالنهاية عم يعكس واقعنا. مورفولوجيا علقة أنا كانت يعني المفضلة عندي. العناصر تصبح كائنات حية عندما نمنحها صوتاً. نحن جزء من المدينة وهي كمان جزء منا. هالعبارة جمعت كذا شاب وصبية من اختصاصات مختلفة ليشكلوا بأسلوبهم الخاص عرض بصري غير مألوف للحضور بعنوان معلق بجالري زوايا بدمشق. هي مدينة جرمانة، تخيل الكل بيعرفها. فكانعكاس عن هاي المدينة كفريق اشتغلوا بهذا المشروع كنا شايفين انه هي عم بتعيش ايام معلقة برزنامة، ما منعرف نحن وين، ما نعرفانين لوين رايحين، ما نعرفانين كيف بلش أصلا هذا الوضع يتطور. فهذا سبب اختيار الاسم، لأنه الانستوليشن هو بيعبر عن يوم خلال حياة هاي المدينة بهذا الوقت، يعني بهاي الفترة اللي 10 سنين اللي مرقنا فيهم. آخر شيء هون باللوحات هي مثل كوميكس، يعني تحولت لرسومات. في تفاصيل تانية في الفيديو، في الشخصيات اللي هنا مثل لما بتكوني بالمسرح احيانا بيعملوا بورتريهات للممثلين، فنحن كمان حاولنا ننقلهم لهدول الشخصيات اللي هنا مثلا ممكن تلاقي خزان، ممكن تلاقي بنايه، هن هدول شخصياتنا، فحاولنا نرسم لهم بورتريهات. يعني فكره الانسياره كانت كثير هيك غريبه لما طرحت المشروع علينا بفكره كيف نقرا المكان. هاي العباره تحديدا كانت هيك يعني قادره انه تاخذنا لمكان كثير بعيد. فاستنادا انا لدراستي المعماريه وخلفيتي كعملي بالكتابه، قدرت انا هيك يعني كون شخصيات معينه، نفكر بكيفيه ربط هي الشخصيات اللي في فريق كامل عم يشتغل عليها، وتكوين نسق معين بهذا الكتاب لنطلع بمقترح نوعا ما يحكي يوميات هي المدينه، باعتبار هي الاشياء الماديه او هي المكونات اذا نحن منحناها صوت ممكن تصبح كائنات. النصوص اللي استخدمت كانت فيها يعني مجموعه انواع، في نصوص مسرحيه، في كتابه يوميات، في نوع من التقرير، في نوع من المشاهد الوصفي. ف نوعا ما انا النصوص اللي قدمتها كانت في اطار الكتابه المسرحيه. فهاي الحوارات بالمدينه او هاي الحوارات بين المكونات كانت كثيره بانه نحن تطلع يوم معين من هذا الزمان والمكان اللي نحن عايشين فيه بجرمانه، مو عارفين اذا هل فعلا هذا اليوم واقعي او خيالي. بدايه كانت الفكره عن الاشياء الماديه بجرمانه اذا حكيت، فانا اخترت اكثر بالقصه اللي شاركت فيها بالانعكاس الاول، اخترت اكثر عنصر ممكن يكون قصته مؤثره اللي هو الشجره، لانه بجرمانه ما عاد في شجر وقل كثير يعني عدد الشجر. فاخترت اني اكتب عن شجره جوز ومشيت بحياتها من وقت ما ولدت لحتى صار فيها يعني جوز وصارت تشارك بالقطاف وكذا، بعدين لحتى صار في عمران بالمدينه وقتلوها للشجره. بالانعكاس رح احكي عن مشاركتي الثانيه اللي هي القصص المصوره، هي فينا نسميها الانعكاس الثالث اللي هو تحويل القصص اللي انشغلت بالانعكاس الاول لقصص مصوره، وتصوير هاي الفضاءات اللي اخترعت بصور illustrations. يعني هالمعرض هدفه ياخذ الزائر لرحله بصريه مختلفه وباشكال متعدده باختلاف الاسلوب، وكمان بطريقه بتتشابه مع دفتر يومياته يلي بيقضيها يوميا بضجيج المدينه.